صباح الخير للجميع. اليوم نحن بالكنيسة، بباحة الكنيسة، تاريخ 3/12/2019. معنا وليد الياس الحداد، أبو الياس، اللي هو معروف بالكنيسة من زمان. رح نشوفه، رح نطرح عليه مجموعة من الأسئلة، طبعا كيف كان عمله بالكنيسة وخصوصا بموضوع الشمع. صباح الخير أبو الياس، كيفك؟ شو أخبارك؟ بس حابين نعرف منك، حضرتك إمتى بديت بالعمل بالكنيسة؟ يعني أي سنة؟ بلشت بسنة 2006 شغل بالكنيسة مع المرحوم الشهيد أبساري حداد، وإلي 14 سنة بشتغل بالكنيسة. نعم طبعاً، من 2006. نعم، لحد هلأ. نعم طبعاً، أنت هلأ نحن شايفينك عم تشتغل بالشمع. طبعاً فيك تحدثنا شوي عن موضوع الشمع هذا؟ الشمع طبعاً بديت فيه من أول ما بديت بالكنيسة، بلشنا فيه ب 2007-2008 لحد هالوقت هذا. طبعاً كل سنة حديت هلأ. نعم، وشغل تطوير حلوة، سلسة يعني فيها هيك، هي فيها صعوبة وفيها سهولة للشغل وسلاسة الشغل. نعم طبعا، المواد الأولية بتشتروها، نشتري خام الشمع نحن. نعم، من السوق نجيبهم. نعم، فضل السيد عماد نخلة بيجيب لنا اياهم. نعم، من الشام. نبلش تدويب شمع، اول شيء تدويب الشمع، بعدين بنركب خيطان للخشب اللي عم نفصل فيه، بنغط فيه الشمع. نعم، وبنرجع بس نعلق الخيطان، بيكون داب الشمع معنا. نعم، بنغطي اول غطة نخليه ينشف، ترجع بتغطوا غطة ثانية، بيجمد الخيط وبنبلش. بنبلش، نعم، بنغطي الشمع تقريبا بين 15-20 غطة. نعم، لحتى يصير الشمعة بحجم محدد، الشمعة اللي بدنا اياها، بحجم طلب اللي بدنا اياه طلبنا. نعم، بنوقف، بنيبسر. نعم، بنشوفهم. نحن شايفين هلا عم بتعلق الخيطان، هلا الخيطان هو اللي بدك تغطهم. طبعا هاي الخشبة بتغطهم بقلب سطل الشمع. هلا رح نشوف كيف بنغطي اول غطة. نعم، وبعدين نرجع. نعم، بس يدوب الشمع مزبوط لحنا. نعم، نعطيه برودة شوي صغيرة نبرده الشمع. طيب هلا رح ننطر لك عن شوي، رح ننطر شوي لبين ما وحدة. يلا خلينا نغط وحدة. يلا على هيك نحن داب الشمع عنا. نعم تقريبا. نعم، شوف الشمع، نقطع والغطة هيك. نعم، لا ياخذ الشمع الخيط، بس اخذ الخيط تقريبا بلزع بعضه شوي. نعم، بدنا نحاول نفكفكم عن بعضهم، نفكفكم هيك. ايه، وهي اول بداية. نعم، يعني شيء 10 علقات من هذا الخشب اللي هيك. ايه، 10 تقريبا. فيها شيء 35 شمعة الوحدة. الوحدة فيها 35 تقريبا. شيء تقريبا. نعم نعم، طبعا هاي مفصلهم على ايدك انت؟ كله على ايدي. كله على ايدك، هذه الخشبة هي انت مفصلها؟ كله على ايدي. نعم نعم نعم، بس نحن بنجيب الخيطان وبالتنكة بندور شمع بالتنكة. طبعا الخيطان والشمع بيجيب لكم اياها من السيد كلهم بنجيبهم من الشام، عماد جوزيف نخلة. اياد نخلة، اياد ولا عماد؟ اياد نخلة. اياد بيجيب. عماد بيجيب الاخبار، العماد. التخلة كلهم متكفلين بالكنيسة، يعطيهم العافية. طبعا كل مين عم يقدم خدمات لهالكنيسة بنقول له يعطيه العافية. ماشي، لكن هاي هيك ببساطة. بتشكرك كثير ابو الياس، ويطول بعمرك ويعطيك العافية والصحة. نحن قاعدين بالكنيسة لخدمة الكنيسة وخدمة الشعب. على عيني، على عيني. خلي يطولنا شمع. على عيني.